فاضل ساعات قليلة، يعني يمكن ساعتين مثلا، على غلق باب التقديم لمسابقة الفرصة في كلمة أخيرة للشركات الناشئة. والحقيقة أنه جالنا عدد كبير جدا من استمارات التقديم. البلد دي فيها عدد كبير من الشباب اللي بيفكر وبيبدع وعنده حماسة أنه هو يغير هذا الواقع. فريق امبارح كان بيقول لي بلاش خلاص نبطل، كفاية نعلن عن الكيو آر كود علشان خلاص العدد بقى كبير ومش لاحقين على عدد الاستمارات اللي بتيجي، والحقيقه مليانه مشروعات واعده. وقالوا لي ان عندنا ايضا شركات قويه تعمل يمكن ثلاث مواسم مش موسم واحد، عندنا الموسم 13 حلقه. لكن يعني الحقيقه الحمد لله ان احنا عندنا عدد كبير جدا من الشركات الواعده اللي ممكن تعمل منافسه عظيمه، وده هيخلي الامور طبعا صعبه علينا وصعبه على اللي بيختار، لانه هنضطر ان احنا نختار شركات وهنضطر نودع شركات ايضا كويسه كتير. لكن وجود الالاف من الشباب اللي بيدوروا على حل مشكلات، الحقيقة بيخلي الفرصة مهمة جدا ان احنا نحاول ان احنا نديها لهم. ولكن ده بيسعدنا جدا ان احنا بنشوف كل دول من الشباب اللي بيقدموا واللي بيفكروا، اهم من انهم بيقدموا انهم بيفكروا انهم فعلا عندهم مشروعات. عندنا يعني جهات بتقيم هذه الاستمارات، وده انا بتكلم على المرحله الاولى من التقييم اللي بتؤهلهم انهم يكونوا موجودين على الشاشه او في المسابقه. احنا عندنا مرحله اولى، ثم المرحله الثانيه دي اللي بتبقى اون اير او اللي بتبقى في البرنامج نفسه. هيكون معانا طبعا يعني بعد قليل شركاء البرنامج من وزارة التجارة والصناعة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بترأسه طبعا الوزيرة نيفين جامع، ومعنا الآن عبر زوم الأستاذة نيفين الطهري رئيس مجلس إدارة شركة دلتا إنسباير. أيضا احنا الحقيقة حبينا ان احنا يكون معانا جهتين، جهة يعني اللي هي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن لمزيد من التدقيق ومزيد من الحيادية معانا جهة مستقلة اللي هي شركة دلتا إنسباير. أستاذة نيفين الطهري، مساء الخير يا نيفين. مساء النور، ازيك يا جميل؟ قولي لي دلوقتي أولا إيه ملاحظاتك الأول على المتقدمين السنة دي؟ طبعا أكتر حاجة إن هما جايين من جميع أنحاء الوطن، يعني لما نبص كده هوت مفيش ولا حتة مش جاي منها ناس، وزي ما انت قلتي كده هوت مشروعات منها كبيرة ومشروعات منها صغيرة، وفي عدد يمكن 20% نساء، ودي حاجة جميلة. وكلها بتدور في أفكار يعني تقدر تكبر جدا، يعني صناعات يدوية، تدوير، رعاية صحية، فينتك. الحقيقة أنا منبهرة. كنت معايا من يعني من اتنين موسم، يمكن من ثلاث أو أربع سنين كنا عملنا السيزن الأول لهنا الشباب. قولي لي إيه الفرق؟ شايفة إن في تطور في الأفكار، في تطور في إنشاء الشركات، ولا شايفة إيه؟ لا أكيد في تطور، وفي حاجة تانية كمان، إن تحسي إن هما كلهم كانوا ملهوفين على إنهم يقدروا تعاد الفرصة دي، لأن هي مش بس زي ما حضرتك قلتي، حتى اللي ما بنختارهمش بيخشوا في معرفة إزاي يقدر يقدمه، فالفرصة حتى لو مش الموسم ده، إنما أهمية إنها تبقى كل موسم، دي حاجة هتبقى جميلة جدا، لأن فعلا في شباب كتير قوي، والأعمار على فكرة مختلفة جدا، يعني في الكبير وفي الصغير وفي الصغير قوي، فهي دي بتبين لك ان المسابقه دي هي ما هياش مسابقه، هي فعلا نوع من التنوير للامكانيات، وكلها بتستفيد منها. ايه اللي بيخلي دلتا انسباير وانتوا بتبصوا كده على الورق الاولي يختار شركه وما يختارش شركه؟ بتقيمي ازاي يا نيفين؟
طبعا هو لما بتيجي تبصي على مشروع بتفكري اولا القائمين عليه. دايما القائمين عليه ده هو بيبان لك اولا في كام شريك في المشروع ده، عندهم خبرة قد ايه، لان احنا بالذات المرة دي احنا قايلين ان احنا عاوزين انه يكون عندهم عدد معين من السنين، وده مش معناها ان احنا خدنا بس الشركات، انما الفكرة اللي حتى لو كان حد فكر في حاجة هي فكرة تقدر انها تنمو، وبالذات بقى كمان في الحتة اللي هي بتاعت الصناعة والصناعات اللي هتبدا الاستيراد وممكن تبقى مكملة، ففي بتبصي على الصورة الأوسع للمشروع ده، أو اللي هو زي ما تقولي scalability، scalability. لو هي scalable ولا مش scalable. فدي من الحاجات اللي بنبص فيها، بنبص إذا كانت هي فعلا بتخدم قطاع معين، يعني منهم مثلا الصناعات اليدوية تحس كله داخل على التراث وإعادة إحياء التراث وكل ده، فطبعا دي حاجة جميلة يعني احنا. فالمشروع لازم يكون أولا في الآخر هيبقى profitable، يعني ذو مربح. ربحية، ايوه لأنك طبعا لأنك انت في الآخر علشان تكبري أي مشروع في الآخر فأنت لازم تكوني شايفة، فطبعا احنا بنبص عليها مش بان احنا بنبص على الميزانيات بس، ايه اللي ممكن هي توصل له. يعني انا اتمنى وطبعا اتفضل. ده بالخبرة برضو طبعا، اكيد يعني برضو الواحد بيشتغل بقالنا 15 سنة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فبرضو في نوع من الفكر في ده ممكن يعمل ايه. أنا سعيدة جدا بالتقييم المبدئي، وحاسة كده إن احنا هنكون أمام منافسة ساخنة بإذن الله، وإن شاء الله إن شاء الله يعني تكوني معانا. وأنا بشكرك جدا، إن بشكر شاء الله. كل الشباب اللي عندك اللي بيشتغلوا. أنا عارفة يعني أيام أيوة طويلة، جميلة. كلهم لازم نشكرهم، كل شباب دلتا انسباير. استاذه نيفين الطهري رئيس مجلس اداره شركه دلتا انسباير، معانا ايضا عبر زوم المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنميه المشروعات شريك البرنامج. استاذ طارق، انا عارفه ان الشباب عندكم ما بيناموش، وعارفه ان هم شغالين صبح ودور وليل لهذا التقييم. قول لي يعني النظرة الأولى على هذه المشروعات عاملة إزاي؟ إيه اللي جذب نظرك فيها؟ قول لي تقييمك الأول. مساء الخير الاول طبعا يا استاذه لميس، وعايز اقول لحضرتك احنا الشباب فعلا عندنا ما بيناموش، بس هو ده يعني يمكن بتبقى اسعد لحظاتهم، لان النوعيه بتاعه المشروعات الناشئه دي بتبقى يعني ملهمه جدا وفيها طاقه ايجابيه، واحنا متفائلين جدا ان شاء الله ان احنا هيكون في يعني برنامج شيق وممتع للمشاهدين، نتيجه ان نوعيه المشروعات اللي متقدمة كلها جميلة وفي قطاعات متنوعة، وهنشوف يعني شباب مصري يشرف ويجعلنا نفتخر فعلا ببلدنا. وعايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، مصر حاليا مصنفة على إنها الهب بتاع الابتكار في المنطقة اللي احنا فيها، منطقة المينا ريجون كلها. مصر هي أكتر دولة فيها استثمارات في مجال المشروعات الناشئة، وفيها عدد مشروعات ناشئة بتطلع، وده تطور كبير حصل في ال5 سنين الماضيين. ولذلك احنا يعني حتى يعني مش عايز اقول لك ان انا كنت متفائل جدا حتى قبل ما نعلن عن المسابقة ان احنا هنلاقي العديد من المشروعات اللي تخش في منافسة قوية وتوري الصورة الحقيقية لشباب مصر ازاي بيفكر وازاي بيقدر يقدم حلول لمشكلات او فرص للاسواق اللي موجوده في مصر. طب استاذ طارق، محتاجين بس نقول للناس ايه المعايير اللي احنا او اللي انتوا قيمتوا على اساسها، لان طبعا دي غير معايير المسابقه اللي هتكون على الهواء. هناك دي ده تقييم اولي لانك انت بتقول مين اللي هيدخل في المنافسه، المعايير تقريبا بتبقى ايه يا استاذ طارق؟ زي ما حضرتك نوهتي، احنا بنقيم و يعني نضمن ان في اكتر من رؤيه. احنا بنركز على فكره ان المشروع دوت بيقدم حاجه جديده او بيعالج فجوه او مشكله،
سواء كان حاجة بنستوردها، سواء احتياج موجود في الماركت، سواء أسواق جديدة هيفتح فيها. المهم إنه هو عنده إمكانيات نمو كبيرة واحتمالات كبيرة لأنه هو ياخد حصة كبيرة في السوق. الحاجة التانية اللي بنبص عليها التطور اللي هو قدر يعمله في الفترة البسيطة من ساعة ما أفكر في الموضوع لحد ما تقدم للمسابقة، إزاي قدر يتطور من الفكرة إلى البروتوتايب إلى إنه بدأ فعلا خطوات فعلية ويبقى عنده مجموعة من العملاء بشكل مبدئي. فدي كلها عوامل يعني رئيسية، زائد طبعا العوامل الأخرى يعني بتبقى موجودة في التقييم، لكن احنا بنركز على الحاجتين دول يمكن بالذات. عايز أقول لحضرتك حاجة، احنا في 2015 كانت الصناديق الاستثمار اللي بتستثمر في هذا النوع من الشركات في مصر 8 صناديق، النهارده احنا عندنا 52 صندوق بيستثمروا في المشروعات الناشئه، منهم 13 صندوق محلي. مصر منطقه جذب الاستثمارات من المينا ريجن ومن العالم في الشركات الناشئه نتيجه الشباب بتاعنا يعني المتنور والمطلع واللي بيقدم افكار جميله الحقيقه. لو في حاجه حضرتك بنفسك وقفت، يعني ايه وقفت قلت لا دي ملاحظه مهمه، ايه في 30 ثانيه بقى استاذ طارق؟ ملاحظة مهمة على اللي في المتقدمين، يعني حاجة كده جذبت انتباهك انت شخصيا. ان احنا عندنا ناس بتفكر في مشروعات برضو صناعية، ودي حاجة احنا يعني كانت دايما المشروعات فيها يعني مكون الاي تي عالي شوية، لا احنا النهارده بنتكلم على مشروعات في الرعاية الصحية، في التعليم، في الصناعة، في تنوع. طبعا التكنولوجي بتبقى بيز، بس هو مش مشروع تكنولوجي، هو بيعتمد على التكنولوجي عشان يقدم حلول جديدة، ودي حاجة كويسة. في مشكلات كبيرة جدا نقدر نعالجها في قطاعات متعددة مش في الاي تي بس. أنا بشكر أولاً كل التيم اللي مع حضرتك، كل الشباب في جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الحقيقة أنا عارفة إن هم من أول لحظة يعني كانوا شركاء لهذا البرنامج، وما زالوا إن هم بيعملوا مجهود كبير جداً علشان نقدر نعمل هذا التقييم ويكملوا معانا أيضاً في الحلقات التسابقية. فأنا الحقيقة بشكرك وبشكر كل الشباب اللي وإحنا بنشكر حضرتك برضو، يعني لان يعني تسليط الاعلام على النوعيه دي من المشروعات وعلى المشروعات الصغيره بوجه عام ده عامل مساعد لينا جدا في ان احنا ننمو بهذا القطاع وننمي اقتصاد بلدنا ان شاء الله. طبعا هي كلها في النهايه كلنا عندنا هدف واحد، هو فعلا تنميه هذا الاقتصاد. بشكرك شكرا جزيلا مهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنميه المشروعات، شريك البرنامج مع الفرصه. برضو لسه هنعلن لكم عن الجوائز، انا بس عايزه اسيب مفاجاه في الاخر بعد ما نقفل باب التقديم وخلاص يعني الحكام جاهزين معانا، كل ده قريبا جدا سنعلن عنه بالتوالي.